بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير ومشاهدة الفيديو على الإنترنت. سنتناول بإذن الله موضوع بعنوان لف محرك 24 مجرى 2 قطب، يعني سرعة 3000 دورة في الدقيقة، 3 فازة ثلاثي الطور، جانبين بالمجرى. نوع خطوة اللف، خطوة لف ثابتة. سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع كل من العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك، والتقسيم وخطوة اللف، وإيجاد البدايات للمحرك المستخدمة في هذا المحرك، والتوصيل الداخلي، ورسم الانفراد للمحرك بالكامل كمحاكاة للف المحرك على الكمبيوتر بإذن الله. ننتقل إلى العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك. أولا التقسيم، أنا عندي هنا المحرك جانبين بالمجرى. ما دام المحرك جانبين في المجرى فأنا عندي جانب من الأسفل وجانب من الأعلى. هنا الملفات من الجانب الأسفل المجاري السفلية، عدد المجاري هنقسموها طبقا لقوانين تقسيم المحركات الثلاثة فازة. طبعا كل الصورة هتوضح معاك في رسم الانفراد، تمام؟ لكن لو متابع الفيديوهات هتبقى حافظ الطريقة اللي احنا شغالين بيها. هنا المجاري السفلية اللي هي من أسفل هنقسمها طبقا للقوانين، هكون عدد المجاري تحت كل قطب هتساوي 24 مجرى على 2 قطب، اللي هي عدد المجاري الكلية على عدد الأقطاب هتساوي 12 مجرى. هنقوم بإيجاد عدد المجاري الفازة الواحدة تحت كل قطب هتساوي 12 على 3 هتساوي 4 مجرى، يبقى كل فازة لها 3 مجرى تحت كل قطب. أما المجاري العلوية هنحددها خطوة اللف. هنا خطوة اللف هتكون خطوة قطبية زائد واحد. طبعا هنا خطوة اللف الثابتة هتكون 1 إلى 10، يشترك ملف في مجموعتين من نفس الفازة في مجرى لهذا المحرك. طبعا هنوضح ازاي احنا خدنا قطبية زائد واحد وازاي اشتركت الملفات عن طريق رسم الانفراد. يبقى هنا عندي التقسيم من الاسفل خاضع لقوانين لف المحركات وتقسيم المحركات الثلاثة فازة. اما الملفات من الاعلى هكون خاضعة لخطوة اللف، تمام؟ هيبان كل شيء على رسم الانفراد بالتفصيل. عدد سيريا المجموعة هنا هتساوي عدد مجاري الفازة على عدد الأقطاب. عدد سيريا المجموعة هتساوي 24 مجرى على 3 على 3 اللي هي عدد 3 فاز على 2 هتساوي 4 سيريا للمجموعة، أو 12 على 2 هتديني 12 على 3 هتديني 4 سيريا للمجموعة. يبقى أنا عندي عدد السيريات للمجموعة 4 سيريا، أو بمعنى أصح، يعني بمعنى أصح لو عايزين نحسبها بطريقة تانية، إن أنا عندي المحرك 24 مجرى، في المحركات الجانبين في المجرى تكون عدد الملفات مساوية لعدد المجاري، يبقى عندي 24 مجرى على 3 أوجه هتديني 8 على 2 قطب هتديني 4 سيريا، يبقى عندي سيرية المجموع 4 سيريا. هنا البدايات في هذا المحرك هتكون 1 المجموعة الأولى للوجه الأول، والمجموعة الثالثة للوجه الثاني، والمجموعة الخامسة للوجه الثالث. طبعا التوصيل بين المجموعات هيكون نهاية في نهاية وبداية في بداية. طبعا هنا المحرك عندي 2 قطب، يعني هنا هيكون مجموعتين نهاية في نهاية. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. ننتقل إلى رسم الانفراد لتوضيح ما سبق. طبعا احنا قلنا ان عندي القطب مكون من 12 مجرى، لكل فازة او لكل وجه 4 مجاري. طبعا هنا عندي المحرك، مجاري المحرك، هنقوم برسم اول 4 مجاري باللون، 4 مجاري باللون الازرق للوجه الاول، وهنا 4 مجاري للوجه الثاني، و4 مجاري للوجه الثالث. يبقى كده انا عندي اكتمل القطب 12 مجرى، 4 مجاري لكل وجه بلون مختلف. ثم نقوم برسم، هنا هنقوم برسم القطب الثاني ايضا مكون من 4 للوجه الاول، 4 للوجه الثاني، 4 للوجه الثالث. يبقى كده انا عندي 24 مجرى تم تقسيمهم طبقا لقوانين تقسيم المحركات الثلاثي الاوجه، كانك محرك طبقه واحده كده قسمناه على طريق
القوانين. طبعا هنا خطوة اللف عندي 1 إلى 10، نظرنا هنا من 1 إلى 10، من 1 إلى 10 هبدأ كده هرسم 4 مجاري، 4 مجاري للوجه الأول، يبقى هبدأ من 1 10 كأني هبدأ محرك جديد. كده أول قطب 4 هنا من بدايتهم من 10، من أول خطوة اللف 4 للأزرق و4 أحمر و4 إيه أخضر. هنا لو لاحظنا لو إحنا بنلف متداخل هكون خطوة اللف الأكبر، ملف الأكبر 1 إلى 13 اللي هي خطوة قطبية زائد 1، لكن إحنا حولناها إلى خطوة ثابتة 1 إلى 10. هنا هنكمل القطب الثاني 4 بالأزرق و4 بالأحمر و4 بالأخضر، وكده تم رسم المحرك. هنا هنبدأ البدايات، هنبدأ من المجموعة الأولى الوجه الأول ويرمز لها بيو، وكده هسقط 4 سرية كما تم حسابهم بخطوة لف 1 إلى 10. أدي السرية الأولى، السرية الثانية، السرية الثالثة، السرية الرابعة، كده المجموعة الأولى. هنقوم بإسقاط المجموعة الثانية للوجه الأول، طبعا التوصيل الداخلي داخل نفس المجموعة، نهاية السرية الأولى مع بداية السرية الثانية، نهاية السرية الثانية مع بداية الثالثة، نهاية الثالثة مع بداية الرابعة، يتبقى لدينا طرف وهو نهاية المجموعة وهو نهاية السرية الرابعة. نقوم بإسقاط المجموعة الثانية بنفس خطة اللف 1 إلى 10. لاحظ هنا آخر ملفها في المجموعة الثانية في المجرى رقم 1، طبعا هنا المجاري مشتركة في ملف 1. بعد الانتهاء من اسقاط المجموعة الثانية نقوم بتوصيل المجموعة الأولى بالثانية، وهنا نقوم بتوصيل السريات، توصيل الداخلي لنفس المجموعة، هنا في بداية نهاية في بداية نهاية في بداية نهاية في بداية. كده وصلنا المجموعات داخليا، باقي توصيل المجموعات بعضهم بالبعض. يبقى التوصيل بين المجموعات هيكون نهاية في نهاية وبداية في بداية. يبقى نهاية المجموعة نهاية في نهاية، نهاية المجموعة الأولى، نهاية المجموعة الأولى هتكون في المجرى رقم 13، وأدي نهاية المجموعة الثانية في المجرى رقم 1، هنقوم بتوصيلهم. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية للوجه الأول وهي نهاية الوجه، ويرمز لها بالرمز X. يبقى كده انتهينا من الوجه الأول. عند إسقاط الوجه الثاني يكون من بداية المجموعة الثالثة يبدأ الوجه الثاني. هنا ادي مجموعة بالازرق، مجموعة بالاحمر، مجموعة بالاخضر، يبقى هيبدأ من المجرى رقم 9 الوجه الثاني، ونرمز له بالرمز W. وهنقوم ايضا بنفس خطوة اللف، اسقاط 4 سرية بخطوة لف 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10. يبقى كده اول مجموعة. انا مش هاخد وصلات طبعا داخلية لتوصيل نفس المجموعة، طبعا هي كده كده بيتوصل عن طريق فرم اللف، ولكن احنا بنوضح المعلومة من اول وجه، لكن وجه الثاني مش هنطبق عليه التواصيل الداخلية لنفس المجموعة لعدم صعوبة الرسم. هنقوم بإسقاط المجموعة الثانية بنفس خطة اللف 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10. عند توصيل المجموعتين سوف نقوم بتوصيل نهاية المجموعة الأولى اللي هي من مجرى رقم 16 مع نهاية المجموعة الثانية من مجرى رقم 9. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية للوجه الثاني وهي نهاية الوجه الثاني، ويرمز لها بالرمز Z. عند إسقاط المجموعة، أنا كده انتهينا من الوجه الثاني. عند إسقاط الوجه الثالث هيبدأ عندي من المجموعة الخامسة. هنا لو عدينا مجموعة 2 3 4 5، يبقى هيبدأ من مجرى رقم 17 الوجه الثالث، وهنرمز له بالرمز V. هنقوم أيضا بإسقاط نفس خطوة اللف 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10، 4 سرية. وإسقاط المجموعة الثانية أيضا 1 إلى 10، 1 إلى 10، 1 إلى 10. هنقوم بتوصيل المجموعتين للوجه الثالث نهاية في نهاية. هنا عندي نهاية الوجه، نهاية المجموعة الأولى مجرى رقم 5 مع نهاية من مجرى رقم 17. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثالثة، المجموعة الثانية للوجه الثالث مجرى رقم 5، ويرمز لها بواي. وبكده يكون حصلت بداية نهاية وجه بين بداية وجهين آخرين، ويكون اكتمل لف محرك 24 مجرى 2 قطب
سرعة سريعة 3000 دورة في الدقيقة. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير. أخوكم إبراهيم عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.